مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا الرادار البحري. مثل ما عودناكم بحلقه كل حلقه عم يكون معنا سحب للنقاط اللي عم يجاوبوا على الاسئله الصحيحه وهدايا ان شاء الله هي حنخلص منها عن قريب. اليوم حنسحب اسمين مثل ما قلنا لكم بالحلقه الماضيه، اسمين حيربحوا 3 نقاط مباشره، وطبعا حيكون في بالاخر الحلقه سؤال وجواب لتربحوا فيه نقاط بالحلقات الجايه. وهلا حنسحب الاسمين اللي جاوبوا، في كثير جاوبوا طبعا ونتشكر كل اللي جاوبوا يعطيهم العافيه، كانوا متابعين النار يعني. هلا حنسحب اول اسمين. اول اسمين، يلا قربت قربت. اول اسم عبد الله الحسن، مبروك يا عبد الله 3 نقط. هاي اول اسم. طيب ثاني اسم، ثاني اسم معنا طه صبح، مبروك يا طه. هاي سحبنا الاسمين وصار معهم 3 نقط، مبروك لكم. هلا حنبلش حلقتنا، لا قبل ما نبلش حلقتنا حنسحب اسم ثالث هيك من عندي انا من مهند، شيلكم من الاداره انا بتصرف معهم. مين حيربح 3 نقط مباشره؟ هدول من عند مهند. بشرى، مبروك يا بشرى 3 نقط لك مباشره. وهلا حننتقل لحلقتنا. مثل ما عودناكم احنا بكل حلقه بنحط شغلات غريبه وبنجيب مواضيع غريبه. اليوم حنحكي عن مطاعم كثير غريبه وعجيبه وبتتصرف مع الزباين بطريقه كثير غريبه. ليه خليكم معنا لنشوف علمك شو، بس بعد الفاصل. مقهى الأسماك، هالمقهى موجود بالفيتنام، موجود فيه 3 طوابق، بالطابق الثاني والثالث الأرضية فيها مياه وأسماك زينة، يعني أنت عم تشرب قهوتك يا معلم الأسماك عم تلعب بين رجليك، وطبعاً بيتم تنظيف المياه على مدار الساعة، صراحة فكرة حلوة ومهضومة. بالنسبة لهالمطعم، مطعم مشوق صراحة، حابب جربه أنا، اللي حابب ينحبس يروح عليه. اسم المطعم مطعم السجن، إيه نعم هيك اسمه. هالمطعم موجود بالهند، وأماكن القعدة فيها على شكل زنازيل، وبيتم التعامل مع الزبائن كأنه مساجين، وأعمال المطعم بيلبسوا لباس الشرطة. وهلا شوفوا لنا هالمنتجع الغريب، منتجع النبيذ، كمان باليابان يا عمي، هاليابانيين ما عندهم شغله وعمله الا يخترعوا او يبتكروا. هالمنتجع فيه مسابح من النبيذ، وكمان في مسبح من ماء الشعيري اللي بنعرفه طبعا، وكمان في مسبح من الشاي الاخضر. طيب ليش يا عمي ليش يعني شو عم تستفادوا من تغطسوا حالكم فيه؟ وهلا شوفوا لنا هالمطعم اللي ما حبيته ولا هضمته وما خرط مشطي من الاخر يعني. هالمطعم اسمه مطعم العراب بباريس، كان تم افتتاح المطعم عام 2017، وكان هو من اول المطاعم للعراب العاصمة باريس، وكان اللي بده يفوت عليه على المطعم لازم يخلع ملابسه، وكان هالمطعم سري يعني مدخله سري وما له نوافذ. بعد فترة من افتتاح المطعم كشفوه السلطات الفرنسية وتم اغلاقه بالناقص. اما هلا وصلنا لمطعم الهوسبيتاليا، هالمطعم يعني ما بعرف شو بيجي ببالهم يخترعوا ويبتكروا، يعني ما ادري شو بيضرب ببالهم انه نعمل مطعم على شكل مستشفى ونقدم فيه اطباق مثل الممرضين وهيك. خلينا نحكي لكم عن المطعم وشوفوا لنا شغلته الغريبه. هالمطعم الغريب موجود باوروبا الشرقيه، وهو عباره على اساس انه مثل المستشفيات، وبيتم التعامل مع الزبائن كانه مرضى، والممرضات قصدي النرلات يعني بيلبسوا لباس ممرضات، وبيقدموا الاطباق على اشكال ادويه طبيه، وبيستخدموا بالاكل بدل الملاعق والشوك هيك شغلات مثل الحقن والابر، وفي شغلات بيعملوها هي على حسب رغبه الزبون، انه بيتعامل معه انه مثل المريض، فبيلبسوا لباس مريض وبيجيبوا النرلات بيطعموه. غريب يا زلمة. أما هالمطعم، مطعم مصاصي الدماء، كتير غريب هالمطعم. هالمطعم موجود باليابان بطوكيو تحديدا، من أول ما تفوت عليه المطعم بياخذك رحلة من الرعب. من أول ما تفوت عليه المطعم من جوا مزين بالجماجم والتوابيت وأكفان ودم زائف، أما النادلين هناك بيلبسوا لبس بخوف وبيتصرفوا مثل مصاصين الدماء. أما قائمة الطعام كلها أطباق وأسماك بتخوف ومرعبة، أسماء بتخوف يعني. لما بدهم يقدموا الاكل بيقدموه بطريقه غريبه وبيحطوا دم زائف على اساس انه هي صوصات طبعا، فبيعملوا انه دم زائف وهيك.
فالمطعم غريب والله، وهاليابان ما خلوا شيء ما عملوه. ولهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمنا لكم اياها والشغلات القريبه اللي عم نفرجيكم عليها. اما سؤالنا اليوم، كانوا الشباب يمسحوني انه سؤال الجمهور كم مره مهند بيعمل هيك، فانا متعود كثير اعمل هيك، فانتوا عدوا شوفوا كم مره بيطلعوا معكم. سؤال حلقتنا اليوم عن حلقه اليوم مو من حلقه ماضيه. السؤال بيقول: مطعم العرات وين تاسس وامتى افتتح وهل هو بعده مغلق او مفتوح؟ وهلا بدي اترككم واقول لكم خلوا رادارتكم شغاله للفيديو الجاي، وسلام.